صباح الخير. صباح النور يا فندم. اهلا بسيادتك المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يا ريت حضرتك طمنا كده على الاوضاع في المنيا وحصاد لليوم الاول، وازاي حضرتك يعني ممكن تتصور شكل اليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ 2020؟ الحمد لله المنيا امبارح اليوم عدى على خير. بدات اللجان من الساعه 9 صباحا وانتهت 9 مساء. اللجان كلها والمقرات والمراكز الانتخابيه عندنا 577 مركز انتخابي، كان كله تم التعقيم واتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه فيها. ترددت المواطنين من صباح باكر امبارح حتى الساعه 9 مساء، وكل التجهيزات مع كافه الاجهزه على ما يرام. طبعا عندنا الاجهزه التنفيذيه والمجهات الخدميه، اجهزه القوات المسلحه والشرطه، كله كان على تم الاستعداد. تجهيز مقاعد كبار السن والذوي الاحتياجات الخاصه، يعني كل الاستعدادات خدتها المحافظه من اول ما الهيئه الوطنيه للانتخابات اعلنت عن انتخابات مجلس الشيوخ 2020 يوم 11 و12 الجاري. طب قول لي يا فندم، هل هناك من ملاحظات يعني وصلت لحضراتكم بشكل شخصي او من خلال حتى غرف العمليات اللي بتشكل من جانب المحافظه ولا لا؟ غرفه العمليات دراستي وشغال على مدار الساعه وبتابع لحظه بلحظه. الحمد لله ما فيش اي مشاكل، ما فيش اي حاجه يعني صدناها، الامور ماشيه طبيعي، وان شاء الله النهارده اليوم يعدي على خير حتى اعلان النتائج في اللجنه العامه الموجوده في مدينه المنيا. انا من خلال حضرتك ندعو الساده المواطنين كلهم على كافه الجمهوريه والمنيا خاصه بالتردد على مقرات انتخابيه للاداء باصواتهم، ده حق وطني وحق دستوري ليهم يعني اختيار مرشحهم. طيب قول لي يا فندم، ماذا عن الكتله التصويتيه وعدد اللجان الفرعيه اللي هي منتشره على نطاق محافظه المنيا؟ احنا عندنا 577 مركز انتخابي و757 لجنه فرعيه، والكتله التصويتيه في المنيا 3,468 ناخب من لهم حق التصويت. نعم. طيب قول لي يا فندم، ازاي بيتعاطى الناخب في محافظه المنيا مع هذه الانتخابات؟ هل هو مقدر لقيمه واهميه هذه الانتخابات؟ وازاي طبعا بدا يتعامل مع الورقه الانتخابيه سواء على مستوى الفردي او حتى على مستوى القوائم؟ هل الموضوع سهل بالنسبه للناس ولا هناك ربما بعض الصعوبات؟ لا بالتاكيد طبعا سهل، مش ما فيش حاجه صعبه. هو عارف ان هو عندنا هنا في المنيا في 5 فردي، والقائمه الموحده من اول محافظه جيزه لحد محافظه اسوان والبحر الاحمر، وعارف ان هنا عندنا بيمثلهم 10 مرشحين، 5 فردي 5 فردي و5 قائمه. وكل المرشحين كله بيدعوا للناخبين لا باصواتهم. تمام، يعني العمليه ان شاء الله ماشيه بشكل كويس، بنتمنى طبعا ان هي تستمر على كده واليوم ينتهي على خير ونلاقي نسب اقبال كويسه، ده اللي احنا طبعا بنتمناه في المقام الاول يعني ان شاء الله.